كتير مننا لما بيتعرض لموقف حزين أو مؤلم أو حتى يشوف أي حاجة مزعجة نفسياً بيقول بشكل تلقائي قلبي وجعني، وفي كتير مننا برضو لما بيحصل له موقف صعب جداً زي حالات الوفاة مثلاً لا قدر الله بيقول أنا قلبي اتكسر. ويمكن الموضوع ده هو واحد من أكتر الموضوعات اللي الناس بتتكلم عليها على السوشيال ميديا، وكتير بيسألوا هو القلب فعلاً بيتكسر؟ الدكتور مجدي يعقوب قال في حوار تلفزيوني قبل كده إن الحزن بيكسر القلب بجد، وده اللي معروف علمياً باسم متلازمة القلب المنكسر، ودي الحالة اللي الطب بيقول إنها بتحصل بسبب تعرض الإنسان لمواقف شديدة الحزن، وبيقول برضو إنها غالباً حالة مؤقتة. ولكن برضو في كتير من الناس بيفضل مكمل معاهم الشعور بالتعب والإعياء لفترات طويلة جدا بعد ما بيحصل لهم ده. السؤال هنا واللي محير ناس هو الحزن فعلا أو الزعل ممكن يتسبب في الوفاة؟ السؤال التاني هو انكسار القلب ده بيكون شكله إيه أو أثره إيه على القلب؟ يعني هل بيكسر بالمعنى المعروف لكلمة الكسر ولا إيه اللي بيحصل؟ وعشان نجاوب على الأسئلة دي وغيرها هيكون معانا دلوقتي على زوم الدكتور أحمد البربري رئيس قسم القلب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. إزاي حضرتك يا دكتور؟ دكتور هسأل حضرتك أول سؤال، القلب عرفنا من دكتور مجدي يعقوب ان ممكن يتكسر، بيتكسر ازاي؟ هو في حاجه اسمها متلازمه القلب المنكسر. متلازمه القلب المنكسر دي بتيجي في بعض المرضى خاصه النساء، بتيجي مع حالات الحزن الشديد، ولما بتيجي باعراض كامله لضعف عضله القلب. مش معنى الانكسار هو ان هو يكسر قسمين او يتكسر زي كوبايه او زجاجه او كده. يعني الكسر ده مقصود بيه ان هو بيضعف، فلما بيضعف بيتسبب في اعراض ضعف عضله القلب كامله، زي بقى النهجان، زي الارتشاح الرئوي، زي بقى رجل تورم، زي ان يحصل ضربات قلب ملخبطه او سريعه، يبقى في حاله ارهاق عام وكده. وبيبقى ده حقيقي ومثبت بالموجات الصوتيه على القلب اللي هو الايكو، ومثبت بالقسطره، ومثبت بكل الحاجات اللي هي يعني الحاجات الاستراكشرال. يعني بيبقى فعلا القلب منكسر بصوره ماديه ملموسه، مش قصه شعور او كده. وده غالبا بيتحسن بعد ما حاله الزعل الشديد دي بتروح، وساعات بيكمل وساعات بيروح ويجي، يعني مع كل حزن يرجع ومع كل فرح او كل عيشه عاديه بيتحسن. وده ممكن يضعف القلب على الوقت الطويل؟ ممكن. هو القلب المنكسر معناه ضعف عضله القلب، بس بيبقى ضعف مؤقت بالحزن ده. ممكن يعني ممكن يروح خالص وكأن شيئا لم يكن، وممكن يفضل منه جزء ومع التكرار بتاعه ممكن يستمر. يعني يا دكتور لو حد جالك بحاجة وعلى زي فكرة كده برضو عشان ما يحصلش مبالغة في الأمر، هي الحالات دي مش حالات كتيرة. يعني عشان أشخص متلازمة القلب المنكسر كمرض، لأن ده مرض اسمه متلازمة القلب المنكسر أو التاكوتسوبو سندروم، دي اكتشفها واحد ياباني. فالتشخيص ده بالاسم ده مش حالات كتير قوي، لكن احنا ساعات بنقول بقى ان انكسار القلب أو الحزن اللي هو المستمر اللي احنا فيه طبعا بيؤثر على القلب، بس مش لازم يجيب هذا المرض بهذا المسمى. لكن هو بيرفع الضغط، بيزود السكر، ممكن يؤدي للأزمات القلبية، ممكن يؤدي على المدى الطويل لضعف عضلة القلب، لكن ليس تحت مسمى متلازمة القلب المنكسر. فهو كده كده الحزن بيؤثر، طبعا. يا إما لو جه بصورة شديدة يعمل متلازمة القلب المنكسر، يا إما لو جه بصورة اللي هي الحياة اليومية اللي احنا ساعات يعني بنتعمق فيها جدا، وبيحصل فيها جزء من ان احنا ضغطنا بيعلى، سكرنا بيعلى، يجي لنا أزمات قلبية، سرعة في ضربات القلب، زيادة هرمون الأدرينالين والنورأدرينالين، فده كله على المدى الطويل بيؤدي إلى أمراض في القلب على المدى الطويل، غير المرض المسمى متلازمة القلب المنكسر. طيب دكتور لو أنت شخصت حد أن هو عنده متلازمة القلب المنكسر، أنت حضرتك اللي بتعالجه ولا بتوجهه لدكتور مثلا نفسي؟ لا، هو بقى هنا القصة، بقى أنا اللي بعالجه، لأن هو بيبقى ضعف عضلة القلب حقيقي، مش الدكتور النفسي هيحكي. ده ممكن الدكتور النفسي ده نستخدمه في مش متلازمة القلب المنكسر، في واحد عايش في توترات عشان ما يجيلوش ذبحة، ما يجيلوش ضغط،
ما يجيلوش سكر نبدا ان احنا نهديه، سواء بان احنا نكلمه احنا او يعني اسمه اللي هو السايكاتريست او اللي هو اللي الدكتور بيقدر النفسي. يتكلم معاه او يهديه او كده. لكن متلازمه القلب المنكسر طالما حصل ضعف في عضله القلب، ده بيحتاج علاج كامل للقلب، يحتاج ينام في السرير، يحتاج في المستشفى ياخد علاج كامل لضعف عضله القلب، بيمنع الملح الطعام، يعني بنعامله كحاله عاديه لضعف عضله القلب، مع ممكن نستشير حد من اخواتنا بتوع العلاج النفسي عشان ما يتكررش تاني الصدمه النفسيه او كده. طب دكتور، ده ممكن يحصل بس من الحزن أو فقدان شخص أو زعل جامد، ولا ممكن يحصل كمان من التوتر والقلق؟ زي ما قلت لحضرتك، هو لو حصل زعل شديد لأي سبب كان، سواء فقدان شخص، سواء ده أوكي، عنده فهمناه. مشكلة في شغله، سواء إن واحد عمل حادثة، سواء كذا وحصل له، وبالذات في الإناث زي ما قلت لحضرتك، وحصل له حصل لها حزن شديد، بيحصل إفراز لمواد اللي هي الحزن الشديد دي، اللي هي الأدرينالين والنورادرينالين ومواد كتيرة جدا بتؤدي إلى ضعف مباشر في عضلة القلب، ضعف مباشر. لكن الحزن اللي احنا فيه انا وانت والناس كده، اللي احنا بنحاول نضحك ونحاول نسعد نفسنا حتى من الدين، ان احنا نبشر، يعني ابشروا 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 دايما بالخير والسعادة والفرح وكده، ده قصة تانية، ان احنا ده بنحاول نقلله، لان ده لو احنا فضلنا عندنا توترات نفسية ده بيؤدي الى بقى ارتفاع ضغط الدم، يؤدي إلى ارتفاع السكر، يؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر اللي هي زي الأدرينالين زي ما قلت لحضرتك، فبتزود ضربات القلب، ممكن تؤدي لو حد زعل شديد قوي ممكن يؤدي لتوقف مفاجئ في عضلة القلب نتيجة هرمونات اللي هي اللي بتؤدي لسرعة شديدة، أو إن يحصل حث للعصب الباراسمباثيتك اللي هو العصب الحائر، يحصل توقف لو واحد جاله ألم شديد، حزن شديد، يحصل كده. فإحنا بس بنفرق، هو كده كده الحزن على الإطلاق وحش، سواء هو عمل متلازمة القلب المنكسر، سواء ما عملش متلازمة القلب المنكسر هيؤثر على القلب في طبعا. النهاية، طب يبقى دكتور، الحزن هل قلة النوم منهي والإرهاق، عنه، هل قلة منهي النوم، عنه في الإسلام، أو منهي عنه في العقل، يعني العقل لابد أن يرفض الحزن. طيب دكتور، قلة النوم والإرهاق ممكن تأثر على القلب؟ قلة النوم ممكن تأثر على القلب، لأن قلة النوم دي برضو بتلخبط في الهرمونات وبتلخبط في قلة النوم. لو هو واحد ما نامش فترة طويلة مثلا، فبقى دي حالة اسمها إرهاق، أو حالة مجهود زائد عن الاحتياج، يعني عن اللازم أو عن المعتاد، فده بيعتبر طبعا ممكن يبريسبيتيت أتاك أوف، يعني يجيب يعني أزمة قلبية، ممكن على المدى الطويل يرفع الضغط، يرفع زي ما قلت لحضرتك قبل كده السكر، ممكن قلة النوم دي بتؤدي إلى ممكن اللي هو هرمونات برضو بتاعة التوتر أو كده بتبقى زيادة، وتؤدي بالتالي إلى أمراض في القلب منها الذبحة أو ما شابه ذلك. دكتور، الحزن وإن ممكن يكسر القلب وإن ممكن يخلي فيه المتلازمة اللي إحنا كنا بنتكلم عنها طول الوقت، ممكن يؤدي إلى الوفاة؟ زي ما قلت لحضرتك، الحزن الشديد لو حد سمع خبر وحش جدا ممكن بيحصل حث للعصب الحائر، القلب يتوقف. ممكن حد تاني بيتخانق خناقة كبيرة جدا وهو منفعل، يبدأ يفرز هرمون او بيجري بيفرز هرمونات، الهرمونات دي ممكن تعمل سرعة شديدة في ضربات القلب تؤدي إلى الوفاة. نعم، بس ده بيبقى حاجات اكستريم، يعني حاجات مش هي القمة، مش أي حد هيجري هيحصل كده، ومش أي حد هيسمع خبر مش كويس هيحصل فيه كده، طبعا، ده مفهوم. بتبقى قابلية في الجسم ورد فعل ضد هذا الانفعال أو كده، وممكن يكون هو الشخص اللي سمع الخبر الوحش أصلا مريض بالقلب وما كانش يعرف، أو مريض بالقلب وده جاب له أتاك، يعني مثلا هو عنده ذبحة ومستقرة وبياخد علاجه، لما سمع خبر وحش قوي قام عمل جلطة بقى في الشرايين التاجية أو ما شابه ذلك، أو توقف في عضلة القلب أو ما شابه ذلك. دكتور أحمد البربري، بشكر حضرتك جدا على المداخلة دي. شكرا جزيلا، وإن شاء الله يعني نأمل دايما الخير والسعادة والفرح لكل الناس. آمين يا رب. ميرسي شكرا لحضرتك جزيلا. جدا. وطبعا بعد كل اللي سمعناه ده، مفيش حاجة ممكن أقولها غير حاجة واحدة بس، يا ريت ناخد بالنا من نفسنا، لأن كتر الحزن فعلا ممكن يكون سبب في الموت أو في أي مرض في أمراض القلب.